كذلك يعني سنعرف الآن بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى سبب هذا السجود. سبب سجود التلاوة أيها الإخوة الكرام هو المرور على بعض الآيات التي وردت أو ورد النص الشرعي بالسجود فيها حال تلاوتها. إذن نمر على هذه الآيات، أن هذا التالي هذا القارئ لكتاب الله يمر على بعض الآيات التي ورد بها النص الشرعي على أن يسجد لها. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد لهذه الآيات التي يقرأها هذا القارئ، فهو يسجد لهذا السبب. ومن هنا يتبين أن ليس كل إنسان يسجد للتلاوة، يسجد سجود التلاوة إذا كان لم يحصل له سبب السجود. إذا لم يحصل لك سبب السجود فعلى ما تسجد؟ من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، لا نقول الكثير من الناس وإنما بعض الناس، أنه إذا رأى من يسجد سجود التلاوة فيسجد معه. بعض الناس إذا رأى شخصا يسجد سجدة التلاوة هو يسجد معه، ولا سيما إذا كان يراه مثلا رأي العين، مثلا يراه في طرف المسجد أو في مقدمة المسجد أو ما شابه ذلك، فيراه سجد سجود التلاوة، فبعض الناس يعني يحدث سجد التلاوة تبعا له. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم ماذا؟ أنه إذا مر يعني على آية التلاوة يعني يشيع يعني أو يرفع صوته بالأمر بالسجود، يقول سجدة، فهو هو القارئ هو المخاطب بهذا السجود. فإذا ما مر على هذه السجدة وأراد أن يسجد وضع المصحف ثم قال سجدة ويسجد من سمعه بعد ذلك. وهذه كما قلت لكم هذه بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، لا نقول الكثير من الناس، بحمد الله الناس الآن في خير، الناس الآن تعرف هذه الأحكام الشرعية. نعم، فإذا يحذر الإنسان من هذه الأخطاء. إذا ما هو الموجب؟ موجبان لسجود السهو، ما هما؟ أولا أن يتلو هذا الإنسان نفسه كتاب الله تبارك وتعالى ويمر على آيات السجود، هذا مخاطب بهذه السجدة هو الذي يسجد. أو أن يكون الإنسان يستمع إلى تال يتلو وهو يستمع إليه استماع تدبر، أي معه، ليس فقط مجرد أي سماع، سمعه وسجد مر على آية دون أن يكون يعني متابعا له، لا بد أن يكون متابعا له. فإذا لم يقرأ هو بنفسه يكون متابعا، حد يقرأ هذا الإنسان يتابعه أو يستمع إلى شريط يتابعه ذلكم الشريط. هذا الاستماع التدبري يوجب أو يعني ينبغي لهذا الإنسان أن ماذا؟ أن يسجد سجود التلاوة، أما غير ذلك فلا. أما أن الإنسان يسجد لمجرد أن سمع أو أنه رأى أو ما شابه ذلك، لا يجب عليك. ما لم تسمع سماعا تدبريا تكون مصاحبا لذلك التالي مدركا ما يقول من بداية تلاوته، أو أن ماذا؟ أو أن هذا الإنسان بنفسه يمارس هذه ماذا التلاوة فيمر على هذه الآيات التي شرع فيها السجود.